نهضة تنموية جديدة تشهدها ولاية عين الدفلة في قطاعات عدة، بدءا بمنطقة تبركانين بعد تحويلها من سهول جبلية إلى منطقة صناعية بامتياز تستقطب أصحاب المشاريع الهادفة. فيما عبدت الطرقات للمواطنين، وهنا هيئت مساحة لوضع الأسس الأولى لإنجاز مستشفى الأمومة والطفولة ببلدية العطاف، وعيادة أخرى متعددة الخدمات ببلدية العامرة. اليوم إن شاء الله بربي تبدأ مشروع إنشاء عيادة متعددة الخدمات ببلدية العامرة، حاجة مليحة تشرفنا البلاد، لقي باش كانت عندنا أزمة هنا في بلدية العامرة. تكون الفائدة عامة للسكان بلدية العامرة، وتكون دافع للناس للصحة، باش الناس اللي راهي على برا وكامل تقدر تجي العيادة باش تعالج ويكون أمر سهل لها. بكلمات الفرح والسعادة تغمر هؤلاء غازوا المدينة في بيوتهم الآن، ينسيهم معاناتهم طوال سنين خلت. كنا نتعبوا بطل وتعب من القرعه، كانوا تضرب يومين نصف القرعه تاعك سوتو زمان الشتاء ولا يكون الثلج ولا حاجه، بس هذوك نقولوا رحمه ربي. ما كانش عندنا الغاز، كنا بالحطب، ما كانش، كنا نقاسوا الحطب والقرعه تاع الغاز، واليوم الحمد لله ان شاء الله اليوم راه الغاز يمشي. جابوا لنا الغاز والله يخليكم، اللي ريحوا من القرعه اللي ضرتنا. سانحة طيبة للانطلاق في أشغال تهيئة منطقة النشاطات ببلدية تبركانين بعد رفع التجميد اللي طالها منذ سنة 2014. عند إنجازها سيتم التكفل لأزيد من 4000 منصب شغل، ستفتح هذه المنطقة، مما يعطي فرص لبناء المنطقة ولكل الولاية والولايات المجاورة كذلك. مشاريع واعدة من شأنها تغيير الوجه الحضاري للولاية بما يتطلع إليه المواطنون في عز الاستقلال.